سعيدة جدا بحضوركم. أول حاجة فرحانة لأنكم حاضرين معايا ومنوريني، ورمضان كريم. واخا ما قلتهاش لكم في أول رمضان يعني ما تلاقيناش، ولكن اليوم فرصة. الله يديم عليكم الأفراح والسعادة إن شاء الله، ويفرحكم بأهلكم وباللي عزيز عليكم. شكرا لحضوركم معايا اليوم. أنا في ليلة للرواد كذلك، غدا إن شاء الله غادي نكون في الرباط في ليلة للرواد كذلك، وغادي نكون مكرمة في حفل كيغيمونا ديال الفنانين بقيادة الأستاذ عبد العالي الغاوي. غادي نكون ان شاء الله حاضره وفرحانه بحضوري كذلك. اليوم ليله الرواد، يمكن هي منظمه من طرف شبيبه الاستقلاليه، ولكن اكثر من ذلك هو مجمع فني ولمه فنيه فيها يعني التحام السياسه بالفن بالصحافه بالاعلام. هذه كلها طاقات اللي كتمثل مغربنا الحبيب ومغربنا الحديث. الجديد الفني ديالي يعني عندي ثلاثه تقريبا ديال الاغاني. لاول مره غتشوفوني بلون أمازيغي، وغتشوفوا سعيدة بواحد الطريقة جديدة، وكذلك أغنية مع الرائع محمد أمير والمخلوفي. غادي تشوفوني كذلك في أغنية حسانية شكل جديد سميتها تري بابا تري ما، ما غتفهموش فيها والو، ولكن حتى تشوفوها دائما كندير حاجة غريبة وغادي تعجبكم إن شاء الله بإذن الله. لون جديد يعني لأول مرة كندخل مقام الحجاز في اللهجة الحسانية، وإن شاء الله يربي ينال إعجابكم. ويلي على زيانتي شنو السر سؤال. انا مشكلتي في الطبيعه يمكن تجيكم زوينه، كيف التصاور ما كيظلموني ياك في الكاميرا. الله يحفظكم كاملين. والزين او الجمال ماشي غنقول ديك لغه الخطابه، انه دائما هو جمال الروح، وهذا هو الجمال ينبع من القلب. اللي عندك في قلبك كينعكس على وجهك. هو يمكن اكثر من الجمال هو القبول ديال الله سبحانه وتعالى والمحبه ديالكم اللي كتبيني عندكم زوينه. لا كنت غادي نكون في واحد المسلسل ولكن ما كتبش بدون ذكر الاسم، اللي انا كنت مشغوله والحاجه كان عندي، كنت في الاردن فشفتوني، كنت واحد الاسبوع تقريبا في الاردن، فهو الاسبوع اللي كانت كتسجل فيه هذه الشاره ديال المسلسل. وبالعكس اللي سجلوه حتى هما رائعين، وبالعكس فرحانه بزاف بالانتاج الفني المغربي يعني الزخم في هذا رمضان. وهو هو مسلسل بامتياز المكتوبه الرائعه والجميله صديقتي والحبيبه الله يحفظ لها وليده دنيا بوطازوت، وكذلك هند بن جباره والمشاركين كلهم ومن ناجي ما شاء الله عليهم، كلهم كانوا في المستوى. وانا بالعكس كنشيد بالمستوى الفني وخاصه الدراما المغربيه اللي كانت راقيه وفي المستوى وماشيين تبارك الله عليهم في تطور الله يحفظهم. شفت في الانستغرام شي حاجه بحال هكا، والله شوفي كل اناء بما فيه ينضح، وهذا هو الاجابه ديالي. والله شوفي الفنانه عائشه مهما كتبقى فنانه كبيره وكنحترمها، والسن ديالها والتاريخ ديالها الفني كيغفر لها، حتى لو انها هجمتني كنقول لها شكرا حبيبتي والله يخلف عني. اشترك معنا في القناة كي يصلكم كل جديد، وذلك بتفعيل الجرس والضغط على زر اشتراك.